الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. نجحت الدولة المصرية في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي في وقت تشهد فيه عديد من دول العالم موجة من ارتفاع التضخم. جاء ذلك في تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في تحقيق خفض متتال لمعدل التضخم السنة الرابعة على التوالي، لتتصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم. وأشار التقرير إلى أن الدولة انتهجت سياسات اقتصادية ونقدية رشيدة خلال السنوات الماضية، ارتكزت على دراسات علمية ومؤشرات وتوقعات مستقبلية وضعت في الاعتبار تحقيق الاستقرار في أسعار السلع وتحديد أسعار الفائدة، ما جعل مصر في صدارة الأسواق الناشئة في خفض معدل التضخم. التقى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيس البرلمان النمساوي في أولى فعاليات مشاركته بالمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا. أكد المستشار حنفي جبالي تطلع مجلس النواب إلى تعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا وتفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية النمساوية باعتبارها مسار يحقق قوة دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مستعرضاً الطفرة التنموية الشاملة التي حققتها مصر في جميع المجالات خلال الأعوام الماضية. وشدد رئيس مجلس النواب على أن مصر تمثل ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، ما ينعكس إيجابياً على قدرتها في دعم جهود تسوية الأزمات المتعددة في الإقليم. من جانبه، ثمن رئيس البرلمان النمساوي المشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، مشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية النمساوية. نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بأسيوط، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير الطفل. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مش مهم ساعتها مين هيعيش ومين في الجنة راح، المهم من المهم ما تتم حالا والنجاح، مش مهم ساعتها مين هيعيش ومين في الجنة راح، المهم والأهم لينا وخلصت الكلام، أهلنا وبلدنا يبقوا كل ثانية في أمان. قسما بالله اللي حيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية والمعاهد. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات أتاح للطلاب الالتحاق بكليات الطب البيطري عند 85.6%، والهندسة 79.75%، والتخطيط العمراني 78.78%، والفنون التطبيقية 77.31%، والحاسبات والمعلومات 75.12%، والفنون الجميلة عمارة 70%. وأشار عبد الغفار إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة سيبدأ عقب مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، وسيشهد توافر أماكن خالية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بكليات التربية والسياحة والفنادق والتربية الرياضية والتربية النوعية.
فضلاً عن وجود أماكن خالية بالمعاهد العليا الخاصة والمتوسطة. أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية الأردنية تشهد في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً يمهد لدخول البلدين مرحلة من التعاون المثمر على مختلف الأصعدة، لا سيما الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وقالت وزيرة التجارة والصناعة خلال لقائها أمجد العضيلة السفير الأردني بالقاهرة إن هناك اهتماماً مشتركاً بين البلدين حول تعزيز التعاون في المجال الصناعي والتجاري وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين الأردنيين في السوق المصري، فضلاً عن تيسير التدفقات التجارية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.